أمريكا تعلن عن وصول كبرى غواصاتها المعروفة باسم أوهايو إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية لها في الشرق الأوسط ضمن تعزيزاتها العسكرية دعماً لإسرائيل. وسائل إعلام عالمية أكدت أن أوهايو التابعة للبحرية الأمريكية تستخدم للردع النووي، وهي قادرة على إطلاق الصواريخ البالستية وصواريخ كروز، وتعد من كبرى غواصات الصواريخ البالستية في العالم، إذ تستطيع حمل 24 صاروخ ترايدنت النووي، ويمكن لكل صاروخ منها حمل ما يصل إلى 12 رأساً نووياً مع دقة في إصابة الهدف. وصممت هذه الغواصة للعمليات السرية والقتال تحت الماء، وتصدر القليل من الضوضاء خلال تحركها. وكالة رويترز قالت نقلاً عن محللين إن الإعلان عن وصول الغواصة يعتبر بمثابة رسالة إلى إيران، إذ مع وصولها إلى الشرق الأوسط تنضم أوهايو إلى حاملتي الطائرة جيرالد فورد وآيزنهاور اللتين أكدت أمريكا نشرهما بالبحر المتوسط لردع كل من يحاول تهديد أمن تل أبيب.